يسعدني أن أرحب بالرئيس السوداني الأسبق المشير عبد الرحمن سوار الذهب. سوار الذهب رجل بسيط وورع وحافظ لكتاب الله. يوم 26 مارس الشارع كله طالع. الوجوه اللي شفتها دي والغضب أن نميري انتهى. بيان رقم واحد هي القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة. ما قام به سوار الذهب انحياز لثورة شعبية أراد الأساسي أن تقود إلى تحول ديمقراطي. وإنه لمن دواهي ضبطتنا أن نتوجه بالتهنئة السابقة لكم يا سيادة الرئيس. السودان كان محظوظ جدا إنه سوار الذهب زاهي في السلطة وحريص على تسليم السلطة للشعب. هذا أنا سوار من ذهب على الجزيرة الوثائقية.